بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم على البوست جريز كداتابيز، نعملها داونلود ونعملها انستول ان شاء الله. البوست جريز انا طبعا اخش على جوجل، هكتب داونلود على طول بوست جريز كده، او هكتب على طول مباشرة حتى بوست جريز. دي الايكون بتاعتها، بوست جريز اس كيو ال، وبرده بنقول عليها بوست جريز. داتابيز من الداتابيز المهمة جدا، داتابيز فري، داتابيز اوبن سورس، من اقوى الداتابيز في ريليشن داتابيز مانجمنت سيستم، ومش بس من اقواهم يعني كمان في بعض التكنيكال كومباريزون او المقارنات اللي في الداتابيز ريليشنال بشكل دقيق، ساعات البوست جري بتاخد كمان اعلى من اوراكل داتابيز في بعض النقاط التكنيكال. فانت قدام داتابيز قويه جدا كريليشن داتابيز وكاوبجكت ريليشنال داتابيز، فداتابيز محترمه. وفي ميزه كمان مهمه جدا ان هي متوفره على السيرفرات، السيرفرات اغلب السيرفرات البسيطه العاديه حتى بتاعت البي اتش بي والكلام ده، هتلاقي برضو على البوست جري موجود، يعني متوفره حتى في السيرفرات الرخيصه موجود. فطبعا داتابيز من الداتابيز المهمه جدا جدا جدا، غير ان هي بقى شغاله على الحاجات الحديثه وبتعمل دلوقتي الاي بي اي منها على طول مباشره، نازلها تولز كتيره بصراحه. على العموم انا هخش على الموقع الرئيسي بوست جريز اس كيو عشان اعمل داونلود باختصار، على طول اخش على داونلود. اهم حاجه ما تختار لينكس ولا ماك ولا ويندوز ولا سولاريز ولا ايه، انا هختار ويندوز. تاخد بالك ان داونلود زي انستولر، احنا محتاجين ننزل انستولر على طول. فاخترت الداونلود الانستولر، تنزل لك هنا طبعا الايه، ادي الفيرجنز والمتاح فيه. انا عايز ويندوز فيرجن 13 ماشي كويس، داونلود تمام. هيبدا يعمل لي داونلود للبوست جري سكيل، اوكي اسيبه ياخد وقته ويعمل داونلود. طبعا 200 ميجا الداتابيز خفيفه جدا بالمقارنه مع اوراكل داتابيز او مع الداتابيز سكول سيرفر والحاجات اللي هي الثانيه اللي بتقارن بيها، وكذلك برضو ماي سيكوال برضو تعتبر من الداتابيز اللي بتقارن بيها يعني. على المهم احنا دلوقتي بنعمل داونلود. طبعا هنا طبعا الحاجات التعليم والكلام من ده، طبعا الدنيا جميله جدا، بيشتغل طبعا مع جانجو، بايثون، لارافيل، بي اتش بي، مش عارف ايه، وفي كمان تولز خاصه بيها سواء كانت بي اتش بي او بايثون او غيره، وليها شغل كبير جدا مع يعني شغل يعني قوي يعني داتابيز محترمه يعني. طيب بعد ما تعمل داونلود طبعا الفيرجن حسب، لو الفيرجن اختلف شويه طلعنا فوق شويه شويه يعني، انت بتعمل داونلود دلوقتي لقيت الفيرجن اعلى شويه اقل شويه مدلع. عادي، نفس الفكر الاساسي هو واحد يعني، فما تقلقش من الفيرجن قوي يعني، لان ما بتبقاش في طفرات كامله، هم بيزودوا على اللي موجود. طفره حتى الجديده بتبقى اضافيه على اللي موجود، ما بيلغوش يعني بسهوله كشركه بوست جري اس كيو يعني ستيبل يعني. نعمل بعد ما يشوف، بعد ما يعمل داونلود نشتغل ونعمل سيت اب ان شاء الله. بعد ما السيت اب الداونلود اسف كمل، بتدوس دبل كليك عادي وبتبدا ايه تعمل انستول بقى للبوست جري اس كيو داتابيز. طبعا احنا اما نيجي نعمل انستول هنلاحظ ان احنا بننزل كذا حاجه هنا، بوست جري اس كيو سيت اب ويزرد نيكست. طبعا هنا بيقول لي انا هنزل على سي بروجرام فايلز بوست جري اس كيو ال فيرجن 13، اوكي. هنا طبعا تلاحظ بقى البوست جري اس كيو سيرفر دي اهم واحده، تمام، دي السيرفر بتاع الداتابيز، من غيره تبقى الدنيا كلها مالهاش لازمه، تمام. والبي جي ادمن ده الجرافيكال يوزر انترفيس، اهي جرافيكال انترفيس اللي هي الاداه بقى اللي احنا من خلالها هنبدا نشغل نتعامل ونكريت الداتابيز وكلام زي كده. وطبعا في عندنا الستاك بيلدر، طبعا ده ممكن ينزل لنا اديشنال تولز بقى عشان نقدر نتحكم في يعني في تولز اضافيه نازله، في تولز كتيره جدا على فكره خاصه بالبوست جري اس كيو ال يعني، لو احنا حبينا نبص عليها نرجع للسايت ذات نفسه ونخش على السوفت وير كتالوج بتاعنا، هتلاقي بقى فيها حاجات في الادمنستريشن تولز، وهتلاقي فيها في حاجات في الابلكيشن وفي الكلاسترنج وفي الدرايفر ومش عارف ايه وفي البروسيجر لانجوج، يعني قصه طويله. فكل واحده من دول تخش فيها تلاقي بقى على فكره يعني مثلا في البروسيجر لانجوج هتلاقي بقى عندك حاجات بقى ايه، بي ال على جافا، بي ال على يعني على بي اتش بي، على ار، على روبي، على مش عارف اس اتش، يعني في حاجات كتير يعني، اقصد دي الادوات اللي موجوده يعني، ان في ادوات كتير يعني. طيب والكوماند لاين تول، ان احنا طبعا ان احنا نعمل الكوماند لاين نقدر نكتب بيها ايه شغل، يعني نقدر نستور بيها حاجات خاصه بالبي جي اد بالداتابيز بوستنج اس كيو وكلام زي كده، ماشي. دول الادوات على العموم نسيب كل حاجه زي ما هي. قال لي انا هبدا انزل بقى الفولدر اللي هحط فيه الداتا اللي هو على 13، هعمل فولدر اسمه داتا. قلت له ماشي، دي المكان اللي هينزل فيه، واختار لك باسورد طبعا لليوزر الرئيسي اللي هو السوبر يوزر اعلى واحد اللي هو البوست جريز.
تمام، ممكن يكريت بقى يوزرز تحتيه زي الروت مثلا في الماي سيكوال، او زي سيس او سيستم في اوراكل او كده. بوست جريز ماشي. هحط الباسورد. انا طبعا انا دلوقتي دي الجهاز بتاعي، فمش هحط باسورد صعب ولا حاجه، فانا هحط نفس الفكره بوست جريز عشان ما عقدش الدنيا. افتكر البورت بتاع الداتابيز هنا 5432، ده البورت اللي هيفتح فيه الداتابيز بتاعك. ما كل داتابيز بيبقى لها شهير، يعني هو ده سهل 5432 يعني نعرفه كده على طول، سهل وبسيط ما فيش مشكله، خليه زي ما هو. نيكست. طبعا الداتابيز بتاعتك هتبقى نازله فين؟ طبعا عندك الـ او الـ 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 يعني كل ما تيجي تعمل داتابيز هتبقى متواجده فين. انا هسيب الديفولت اللوكال، مش هحايا ورا ايجيبت ولا غيره، سيب زي ما هي. طبعا هنا قال لي دي السيتنج اللي هتنزل، وقال لي بقى الاهم حاجه طبعا يبقى عارف البورت وعارف السوبر يوزر وعارف الباسورد والكلام ده كله، والسيرفيس طبعا بتاعت البوست جري اس كيو لازم تنزل، دي السيرفيس اهم حاجه تقوم عشان الداتابيز تبقى امن. ونكست. ونكست هياخد وقته يعمل لي انستول بقى لكل الحاجات دي، ومن بعد ما يعمل طبعا بيعمل انباكينج الاول او بيعمل اكستراكتنج للفايلز، وبعدين هيبدا يعمل انستول. نسيبه براحته لغايه لما يخلص. هو كده عمل خلاص يعني كل حاجه، فاضل بس ايه يعني هو كومبليتنج. قال لي لو احنا عايزين تفتح تلانش الستاك بيلدر في النهايه، مش عايز الستاك بيلدر ولا حاجه، فينيش كده. مفترض الداتابيس حصل لها انستول والبي جي ادمن حصل لها انستول. هنفتح منين؟ هنفتح من البي جي ادمن على طول، نفتح بي جي ادمن 4. اوكي، دي المانجمنت تول للبوست جري اس كيو. تمام، هتاخد وقتها وتترن. طبعا هي يعني مبنيه على الويب بحيث ترن اونلاين. تمام، فزي ما انت شايف كده عملت لينك، خدوا بالكم من حاجه، عملت لينك وبعدين غيرته بقى على اللينك ده. يعني خد بالكم اللينك الاول كان مكتوب فيه شويه حاجات كده لليوزر يعني، ودي ليها فيها فكره، بس انك لو اخدت الكود ده كابي وبيست وحطيته في براوزر تاني ممكن ما يفتحش معاك، خد بالك. طيب اعمل باسورد. تمام، قلت له ماشي تو ريكونكت تو داتا بيس سيرفر، قلت له ماشي انا هعمل باسورد، اكتب برضه بوست جريز، ادوس اوكي. ليه؟ بوست انا جبت حاجه غلط. مش عارف ليه انا نسيت الباسورد، مش معقول يعني. مش مشكله، احنا نعمل ريسيت الماستر باسورد لان احنا في الاول يعني لسه ما عملناش اي حاجه. فانا ايه بليز سيت الماستر باسورد فور البي جي ادمن، اكتبه تاني بوست جريز. تمام، مفيش مشكله. تمام، بدأنا. طبعا في برضو مشكله قبل ما اخش في التفاصيل، ساعات في بعض الناس تحصل لودنج كده، لودنج وما تفتحش اي حاجه ومش هتفتح معاك. انا عايز اشوف اقول بس الحل بتاع القصه دي عشان لو حصلت مع بعض الناس وما قدرش يشغل البوست جريز بي جي ادمن يعني. الحل هيبقى في الريجستري، انت هتخش على الريجستري اديتور. تمام، تبقى ريجستري اديتور لو حصل معاك اللي بقوله ده. هتلاقي كده الريجستر عامل كده اتش كي للكلاس والكرنت واللوكال واليوزر والمش عارف ايه. انا هختار اتش كي كلاس روت، وبعد كده ابحث عن حاجه اسمها دوت جي اس، يعني هتفايند كده على في الكيز الموجوده على فولدر دوت جي اس. تمام، ادي فولدر دوت جي اس، هتلاقي كونتنت تايب. كونتنت تايب عندي هنا تكست على جافا سكريبت، احتمال يكون عندك انت تكست على بلين. هتعمل ايه؟ هتمدس دبل كليك كده وتقوم كاتب هنا التكست على جافا سكريبت، تمدس اوكي وتقفل. انا بس حبيت اقول الحته دي عشان في ناس كتير جدا بتحصل معاها كده، بالذات في الفيرجنز الاخيره من بي جي ادمن يعني. انا طبعا فتحت كده، قال لو سمحت انت اعمل بقى الباسورد لليوزر اسمه بوست جريز، قلت له ماشي وسيب الباسورد بعد اذنك ما تسالنيش عليه تاني. فتح لي اهو كده الداتابيس بتاعتنا، فتحت كل حاجه تمام. وادي الداتابيزز الموجوده، لو عندنا داتابيزز قال لي في داتابيز اسمها بوست جريز، هو بيعمل لك بيكريت لي اول داتابيز اسمها بوست جريز يعني. طبعا احنا نقدر نكريت داتابيز جديده اسميها مثلا دي بي 1 مثلا، ونحط اللي احنا عايزين نحطه. انا مش هحط حاجه يعني، ادوس سيف بس. داتابيز بسيطه افتحها،
هتلاقي طبعا الكاسس الكاتالوجز مش عارف ايه طبعا الكاتالوج اللي عندك، هتلاقي عندك اكستنشنز اللانجوجز السكيما، هفتح سكيما عشان اعمل سكيما جديده بقى جوه الداتابيز. تمام، طيب دي اللي طبعا البابليك عامله بيديك حاجات كتير، ادي السكيما اللي موجوده، انا هقوم اعمل كريت سكيما تمام اسميها تي بي 1 برضه. تمام، هتلاقي السكيما بتاخد نفس التوصيفات اللي كانت موجوده في كلمه بابليك. تمام، طب لو انا عايز اشتغل على بابليك مفيش مشكله، اشتغل على بابليك. تمام، تعمل كليك كمان تقول له كريت، هتقول له بقى كريت ايه، فيو تايب تريجر تيبل سيكونس سكيما بروسيجر فانكشن، كل بقى الحاجات اللي انت بتتعلمها في الداتابيس. فانا لو قلت له عايز اعمل نيو تيبل هيقول لك التيبل ده اسمه ايه. فلو عملت مثلا امبلوي تيبل على بوست جريز ده اليوزر بتاعنا تمام، وعلى السكيما البابليك العامه، وممكن احدد التيبل سبيس او اخلي كل حاجه زي انا بس على بوست جري هي بس كده. كولومز ممكن احدد بقى الكولومز بقى اللي انا عايزها يعني. تمام، او اسيب وابدا ابني الكولومز بشكل اخر يعني. فانا هقول له لا انا هسيب وابني الكولومز من جوه، فقال لي خلاص ادي اول تيبل اسمه الامبلوي اللي موجود عندك اهو. تمام، ما بكليك عليه طبعا هكليك عليه، ممكن اقوم عامل كليك يمين واقول له كريت عايز بعد ايه تيبل كولومز اندكس رول تريجر مش عارف الحاجات الخاصه بالتيبل يعني. ولو وقفت على كلمه كولومز تمام ممكن اكريت كولوم وابدا احط الكولومز اللي انا عايزها يعني بالديفينيشن بتاعها. مثلا احط مثلا ان اندر سكور اي دي مثلا، و واخش على الديفينيشن داتا تايب، ادي انواع البيانات، في عندي كاركتر، في عندي طبعا انواع كتير يعني يهمني على طول عارف على طول طبعا الكاركتر، وتبقى عارف الفار الفاري فارينج ده عشان مختلف، لكن احنا عايزين بس الكاركتر، في عندنا اللي هو التكست، في عندنا ايه تاني الحاجات اللي هي المهمه وتكون عارفها طبعا، هي حاجات كتير جدا هنا، انواع بيانات كتير جدا، في الانتجر، في حاجات خاصه بالاكس ام ال، في انت بقى وسمول انت وبيج انت وكلام زي كده، وهكذا في النيوميريك، هكذا في الماني، انواع بيانات كتير طبعا، الجيسون، الديت والديت رينج والديت تايم والكلام ده كله موجود، كل يعني البوليان الكاركتر الى اخره. طيب انا هقول ده كاركتر، وممكن احدد طبعا الايه الكاركتر ده هو عباره عن زي ما احنا عارفين هو عباره عن يعني خلايا. تمام، يعني عدد خانات معينه، خانات. طب ممكن احط برضه كونسترينس اللي انا عايزها، وانا مش عايز اطول طبعا القصه، والتر تيبل طبعا ده الجمله ات كولوم كذا كاركتر، يعني انا مش عايز اطول الشرح هنا، لكن عشان نخلي ده في فيديو تاني ان شاء الله نشوف الكولومز والحاجات دي كلها بنظبطها ازاي والى اخره، وازاي نعمل ديكريت التيبل بالكامل، نشوفها فيما بعد. والسلام عليكم.